تحلف بالله العظيم على أجوبة صحيحة على الأسئلة؟ بحلف بالله العظيم. هل مستعدة زيارة سوريا لحل ملف النازحين السوريين؟ عندنا 2,000,000 نازح سوري بلبنان وما بقى فينا نكمل هيك الوضع اللبناني ما بيسمح لنا نكمل. هل مستعدة تزوري سوريا؟ إذا تنرجع 2,000,000 نازح سوري على سوريا أكيد. كرئيسة عم تنشتمي وعم يتلف عليك أخبار كاذبة، إيه يطبق القانون شو بينص حتى إذا بيتوقف الشخص أو لا؟ هي حرية تعبير. في حرية تعبير بس حسب كمان لأي مرحلة وصلوا الشتائم. إذا ما خلوك لمية سبب وسبب، هل بتستقيلي أو لا بتقاتلي من جوا لو شو ما كان؟ بقاتل من جوا لو شو ما كان. صرت رئيسة، هل أنت مع إقالة رياض سلامة قبل نهاية ولايته الصيف المقبل؟ لا، أنا كل العالم تحت القانون، وإذا رياض سلامة مهلته بعد سنة منخليه لبعد سنة. صار في عدوان إسرائيلي على لبنان، هل بتدعم حزب الله كجزء من دفاع عن لبنان؟ طبعاً مش وقت خلافاتنا بوجه العدو أو لا خلص طفح الكيل. اليوم أنا كرئيسة جمهورية بآمن بجيش واحد، بجيش قوي، وأنا اليوم اللي بدي أطلبه إنه الجيش اللبناني يكون عنده علي السلاح تبعه تيكون هو قادر يحمي الحدود تبعنا ويحمي وطننا. إذا ما كان قادر حزب الله عم بيدافع؟ بدي أشتغل تا الجيش اللبناني يكون عنده القدرات تا هو يقدر يحمي كل ال. ما قدرت توصل وحزب الله هو الوحيد؟ هذا الواقع اليوم. هذا الواقع، ونحن الواقع. إذا أنا كنت رئيس جمهورية بدي أعمل كل 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 اللي فينا أعمله تا الجيش اللبناني يكون عنده السلاح اللازم. إذا بكرة صار في عدوان إسرائيلي بتدعم حزب الله؟ إذا بكرة صار في عدوان إسرائيلي أنا بقول له للجيش اللبناني هو ياخذ القرار اللازم تيقدر يحمي الحدود اللبنانية. إذا وصل لك قانون مقر من مجلس النيابة ولكن ضد قناعاتك وتطلعاتك للبنان، شو بتعملي عمليا غير تستخدم صلاحيتك اللي هي انك ترديها للمجلس النيابي على جمعتين؟ لا، بدي ردها لمجلس النيابة وبدي اسالهم كمان. اول شيء انا رح يكون عندي ناس بالبرلمان رح اقدر اتصل معهم النواب واسالهم ليه اخذوا هذا القرار. هل مستعدة امضاء السلام على العدو الاسرائيلي خلال عهدك؟ حسب اول شيء اليوم نحن في عنا اراضي محتله من الجيش الاسرائيلي، واول شغله بدنا نشوف حق العوده شو بدنا نعمل فيهم، وبعدين بنشوف شو بصير بالملفات المعيشيه. شو هي اول اولوياتك للعمل عليها؟ اول شيء اليوم بدنا نشتغل على كل ولد ممنوع ما يكون بالمدرسه، وكل شخص كمان مواطن لازم يفوت على المستشفى اذا هو بحاجه لطبابه. من دون استثناء الفلسطيني والسوري، هل انت كرئيسة جمهورية مع اعطاء المرأة اللبنانية حقها لاعطاء الجنسية لاولادها اذا كانت متزوجة من اجنبي؟ انا مع المساواة بين كل اللبنانيين رجل ومرأة، واذا الرجل بيعطي الجنسية لمين ما كان المرأة كمان. صلاحيات الرئيس قبل الطائف غير صلاحياته ما بعد الطائف، كيف رح تقدري كرئيسة تطبقي حلم والدك بشير الجميل؟ صلاحيات مختلفة. صلاحيات مختلفة، ولكن رئيس الجمهورية هو بيمثل كل لبنان، هو عليه يخلق جمهورية، يخلق انتماء لهالجمهورية، ويخلق مواطن حقيقي لبناني بآمن بلبنان. لاستكمال التحقيق بانفجار المرفأ لازم إقالة القادة طارق البيطار، فليكن نحن بدنا نوصل لنتيجة أو لا شغل مش هيك رح يصير. اوكي، اول شيء انا بعهدي استقلالية القضاء، وهذا السؤال لازم تسأليهم للقضاة وتبطلي تسأليهم للسياسيين. حاضر. كررت السعودية وأمريكا دعم لبنان على كل الأصعدة، شرط عدم وجود أي علاقة للدولة اللبنانية مع سوريا أو إيران، فليكن بدنا ناكل عنب؟ لا، ما خصهم يملوا علينا أي شيء. نحن كحياديين أول شيء ما بناخد أوامرنا من برا، ممكن نحن رح يكون عنا نحن كلبنانية قرارنا اللبناني. كرئيسة وقائد القوات المسلحة بصفتك رئيسة، إذا تطلب الوضع تؤمر بنزع سلاح حزب الله بالقوة مطلوب أحيانا موضوع أو لا؟ حتى لو بقي سنوات طويله هذا السلاح. انا اول شيء ما بآمن بالقوه وما بآمن بالحرب، انا بآمن بالحوار وبآمن بالدبلوماسيه، ونحن فينا نقعد ونحكي ونشوف شو حواجز حزب الله لهالسلاح، ونحن بنجرب نشوف كمان كيف جيش اللبناني في هو ياخذ محل حزب الله بالجنوب وهو يرجع بقول لك يحمي الحدود تبعنا على كل الاراضي اللبنانيه. بالتراتبيه مين لازم يتحمل خسائر اكثر، الدوله المصارف المودعين تراتبيه؟ الدوله. والمصارف؟ مصاريف بعدين. شو مشروعك لإشراك المغتربين بإعادة النهوض بلبنان؟
أول شيء بدنا نطلب من المغتربين إذا قد ما فيهم يجوا ويجوا على لبنان يزوروا أهلهم، يشتروا بيوت، يصرفوا مصاري، يعملوا بزنس، يمكن يشغلوا اليوم مع كل شيء خاصه بالتكنولوجيا فيهم كل شركات العالم يشغلوا ناس بلبنان، نخلق لهم وظائف، نخلق لهم يمكن كمان مثل تاكس فري أو تاكس سبيشال تاكس لهم تيقدروا هن كمان يحسوا حالهم معنيين بلبنان. في مغتربين ما بحسوا حالهم معنيين بلبنان أبدا. رئيس الجمهورية المقبلة المحتملة يمنى جميل، شكرا.